أصدر فتوى على مسؤوليته. وما أصعب الفتوى؟ لأن التوقيع عن رب العالمين كما قال ابن القيم إعلان الموقعين عن رب العالمين، توقع على ذمته عن رب العالمين الفتوى بأنه تجوز زكاة أهل فلسطين لأهل المغرب لأهل الريف لأن عبد الكريم الخطاب. واستجاب أهل نابلس، كانت نابلس تمثيل آنذاك رمز المقاومة، طبيعة المقاومة، رأس الحرب. نعطيكم غير خطا عن كيف كانت نابلس. نابلس وحدها 324 المدينة الوحيدة التي كانت تعرف في الظلام وتضيء بالشمع، لأنها اعتصمت كلها واتفقت على أن لا تقبل الرب بشبكة الكهرباء بعد أن ربطت بيكون فلسطين على الاستعمار البريطاني. والسبب أن الشركة كانت في ملك يهودي يدعم الصهيونية، فرفض أهل نابلس، اشتغلوا عن الثلاجات وعن كل رفاهية يستخدم بها الكهرباء وعن الإنارة وعن الأمن، وبقيت نابلس لمدة عقدين من الزمن مدينة بدون كهرباء. وآخر مدينة ربطت بالكهرباء في كل فلسطين كانت مدينة نابلس، لأنهم طلبوا أن تأتي شركة حتى لو كانت إنجليزي حتى لو كانت غير مسلم، المهم أن لا تكون لواحد يهودي صهيوني يأخذ أموالهم ليدعم بها مشروع الاستيطان ضده. نابلس 1924 الشعير، ويتألق إمامها وخطيبها ومفتيها على المنبر المسجد الجامع الشعير مصباحا من أجل إنارة القضية الريفية، من أجل إنارة الجهاد المغربي، من أجل إنارة حركة التحرر التي يقودها الأمير عبد الكريم الخطاب. الأسبوع الذي بعدها الجمعة، الجمعة التي بعدها، يتسامع أهل فلسطين ومفتوها في كل مدينة وخطباؤها في كل مدن فلسطين بما حصل في نابلس، فبدون اتفاق بينهم يقومون في الجمعة الموالية بموافقة وتأييد ومتابعة مفتي نابلس، وإذا بكل مدن فلسطين، القدس ورام الله وغزة وطول كرم والخليل وحيفا ويافا تشتعل منابرها بالإشادة بكون أمير عبد الكريم الخطابي وجهاده ضد الإسبان والفرنسيين ونموذجه الناجح في قيادة حرب العصابات والإفتاء على ذمة هؤلاء الخطباء بجواز نقل الزكاة من فلسطين إلى الريف. وليالي إلى سنة 1936 المغاربة جاءوا ليرسلوا أموالهم إلى فلسطين، فإنه إنما كان ذلك رد التحية وإنما كان رد الجميل بأحسن منه، لأنه قبل 12 سنة الفلسطين جاءوا من أجل يرسلوا أموالهم إلى 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 طور الريف. سأزيدكم شيئاً آخر، 1925 سينعقد، وأكتفي بهذه الإشارة الثالثة وأنت القافلة، أن المواضيع المشرقة طبعا كثيرة، ولكن جهلنا بتاريخنا وجهلنا بخبايا هذا التاريخ الجميلة والمشرقة، وهذا ما يحرق كبدي ويؤلمني، أن هذا الشيء ينبغي أن يدرس في مقرراتنا الدراسة. أكتفي بهذه الثالثة وأقفل قوس هذه النقطة الأولى. 1925 ينعقد في القاهرة مؤتمر عالمي ويحضره أزيد من 800 عالم من كبار علماء الأمة من الصين إلى جزر هاواي، كل مسلم العالم اجتمعوا في القاهرة. ماذا كان السبب؟ 1924 أعلن ثمان أتاتورك إلغاء الخلافة العثمانية، فصدم المسلمين ولأول مرة يعيشون بدون خلافة منذ بيعة سيدنا أبو بكر الصديق. مهما قلنا في هذه الخلافات بعد استشهاد سيدنا علي من قوم، المهم كان المسلمين يحسون ان عندهم ظل، عندهم ظهر، سواء كان الامويون او العباسيون او العثمانيون. فلما تم الغاء الخلافه العثمانيه تداعى علماء الامه واخذوا سنه ينظمون سنه قادمه مؤتمر، ولم يجدوا بلدا يحتضنوا او يقبل اجتماعهم الى القاهره. طبعا لم يكن ذلك لوجه الله، كان لان الملك المصري عباس بن الثاني كان يحلم أن يبايعوه في هذا المؤتمر الخليفة، وهو بذلك يعني يستشرفوه تاريخا سابقا عندما سقطت الخلافة في بغداد على هولاكو، التقطها المصريون وآووا فلولا فارية
وبقيت الخلافة العباسية لاجئة في القاهرة 160 سنة.